وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فقال القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك، ويصح أولئك، فإذا قلنا أولئك بفتح الكاف باعتبار الجنس من غير أن ينظر إلى المخاطب أهو ذكر أم أنثى، أولئك من أجل أن يشمل الكل، ويصح أولئك من باب أن الخطاب موجه إلى أم سلمة رضي الله عنها.